السيد الرئيس مرحبا بك. اليوم الجهوية في نظامها الجديد قضت واحد 4 سنوات. رسالة الملكية اليوم جات بواحد مجموعة من التوجيهات، مجموعة من الأفكار للخروج بالنظام الجهوي المتقدم من الوضع الحالي اللي كما جاء في الرسالة الملكية أنه لا يرقى إلى الطموحات، إلى أفق جديد ليحقق طموحات ديال الجميع. أنتم كرئيس للمجلس اللي كيمارس سواء في النظام القديم سواء في النظام الجديد، شنو هي أهم يعني الملاحظات اللي ممكن تلاحظوها على تعثر بين قوسين يعني النظام الجديد ديال الجهوي المتقدم؟ شوف، ما نقول عنه تعثر، تقييم ديال 4 سنوات من الممارسة، احنا مرينا من نظام الجهة فيما سبق لمدة 20 سنة، وصلنا من النضج اللي كان ضروري، كان مشروع ديال جلالة الملك مفاتيح كيحث عليه منذ خطبه الملكية 13 سنة من 2006 حتى اليوم، ما كاين سنة إلا وخطب جلالة الملك حاضرة فيها بقوة أنه مشروع ديال الجهوية هو مشروع استراتيجي لا محالة. 2006 قال على أساس أنه هدف منشور، ولكن افتتاح ديال البرنامج ديال 2017 قال هذا واقع ملموس. الرسالة الملكية كذلك اللي صفة للمنتدى ديال البرنامج ديال مجلس المستشارين مع الجهات، حث فيه الحكومة للمرور للسرعة القصوى. لما يكون رأس الدولة يعني ملك البلاد يدير عملية تقييم حكومي ويقول نمر أدعو الحكومة في رسالة ملكية يقراها بمناسبة المنتدى وكيقول فيها نمر أدعو الحكومة للمرور للسرعة القصوى، هذا تقييم من رأس الدولة، يعني هناك مجموعة من التعثرات يجب التفكير فيها للمرور لإصلاحها. اليوم في السنة الرابعة في الممارسة الحقيقية المشروع الجديد، وبعد انطلاق دستور 2011 ومن بعد خروج القانون التنظيمي ديال الجهات وخذنا فيه انتخابات ديال 2015 4 شتنبر 2015، عملية التقييم ديال هذه المناظرة الوطنية الأولى واللي حضرت بتشريف رسالة ملكية كدير التقييم ودير عملية الإصلاح والتوجيه العام والاستراتيجية المستقبلية لنظام الجهة، أنا كفاعل سياسي أقول أنه يعني خلاصة هذه النقاشات اللي كانت اليوم داخل أروقة جميع الورشات وبالخصوص الورشة اللي كنت أتشرف برئاستها ديال الحكمة المالية، وهو أنه منين يتفعل ميثاق اللا تمركز مجموعة من الصعاب الإدارية ومكانة الجهة سوف ترى النور باش يعود معروف التصور النهائي. سيد رئيس، المواطنين يبغوا يعرفوا بشكل بسيط ما معنى يعني لا تمركز. ميثاق لا تمركز هو انتقال اختصاصات ديال القطاعات الحكومية المركزية على مستوى الجهوي، يعني ليكون الوالي هو ممثل الدولة وغادي تكون جميع البرامج ديال القطاعات الحكومية سوف تأتي بعد المصادقة ديال مجلس الجهة على البرامج القطاعات الحكومية وإمكانياتها المالية وبرمجتها غتكون على مستوى الجهوي. يعني ما غاديش يكون مول الفلاحة، أعطي مثلا مول الفلاحة غادي يدير برنامج وطني وغادي يقول العيون باغي ندير لها مثلا تنمية الدواجن أو تثمين اللحوم الحمراء وكذا، لا أنا محتاج الماء أو محتاج ما كذا، لا هي أولوية. هون غتكون الانتقائية في البرامج وترشيد نفقات الدولة واختيار حتى ما يعود بالنفع عليك في برامج متكاملة، باش ما لأنه بعد خطرات كتلقى وزارة كدير برنامج معين ونجي أنا ندير برنامج معين حداها لأنه ما فينا اللي عالم بالآخر. وهذا سوف يعطي ضخ إمكانيات في تدبير وانتقائية البرامج الحكومية على مستوى الجهات بشكل أكثر شفافية وأكثر غادي يكون وقع على المواطن بشكل مباشر. من بين الأمور اللي جات في المداخلة ديالكم في هذه الورشة هو أنكم حلتوا على توصيات اللجنة الاستشارية ديال الحول الجهوية أنهم استأنسوا بها من أجل أن يبلغوا واحد التصور استراتيجي جديد لتنزيل الجهوي في لأنه الناس نسات العمل الجبار اللي دارته اللجنة الجهوية الملكية اللي انشأها جلالة الملك في 2008 لإعداد برنامج ديال الجهة. الاستئناس بهذه المقررات لأنه الإخوان في التقرير ديالها كانوا قالوا الحلة الأولى من الجهة ما غاديش يحس بها المواطن بشكل مباشر، بينما الحلة الثانية
غادي يدخلها بعد التنقيحات وفيها قبال يعني التفكير في قضيه ما يكون مثلا عنه لا الرئيس هو الامر بالصرف ومؤسسه الجهه اعطيها الصداره في الدستور، ولكن تعطيها بمحتوى خاوي، لانه كاين بعض الاختصاصات اللي مازالت ما هي واضحه، بحال مثلا شنو هي علاقه الجهه بالجماعات الترابيه لا حضاريه ولا قرويه، شنو هي علاقه الجهه بمؤسسات الدوله، شنو هو مستوى التاثير ديالها على الرقابه على مؤسسات الدوله، مع العلم انه هذه مجموعه قوانين يعني اللي خاصها تعدل، بينما الدستور عطاها كاع المكانه الكبيره. اليوم في ترجمه في المناظره نمر لمشروع نموذجي سوف يحتذى به وغادي تبان فعاليته من بعد، وهو تعاقد ديال الجهات مع الدولة. هذا التعاقد ديال الدولة مع الجهات هذا مستوى كبير، لأنه المركز مع الجهة هذا يعني كاين مكانة ديال الجهة. التفكير مستقبلا في إصلاح هذه المنظومة هذه من بعد تقييم ديال 4 سنوات، هل فوات فين كاين الاختلال، وهل الاقتراحات نحن كفاعلين سياسيين كمباشرين نقولوها اقتراحات ديالنا عدلوهن حتى في التركيبة المالية ديال التمويل، لأنه الجهات كلها ديال الدولة، جهات المملكة كلها فيها تمويل كامل من الدولة، ما فيها الأفضلية حد عن حد، كل شيء الجهات كتمولهم الدولة. كتشوف فيها عدالة؟ بالتساوي وبالعدالة. كتشوف فيها دفاع عدالة يعني؟ فيها عدالة، أنا من منظوري فيها عدالة. واحدين أخرين يقعدوا يشوفوا ما فيها عدالة، ولكن من يدبر إمكانيات الدولة؟ إلى قرينا الرسالة الملكية بتمعن وبتأني، جلالة الملك راهو دعاه على أساس أنه خصنا نمر لهذا الإصلاح بالتدرج وفق الإمكانيات المتاحة. الدولة عندها سقف ماشية قايستو 2021 باغا توصل 10 مليار ديال الدرهم للجهات، هذيك 10 مليار ديال الدرهم عندها معادلة كتفرق عليها، المعادلة شنو؟ التراب الجغرافي زائد عدد السكان اللي عندك، وكتقسم ديك الإمكانيات المالية، ديك الإمكانيات المالية الفاعل السياسي مطالب بإنتاج سياسة جهوية فعالة تعود بالنفع على المواطن باش يقد يعرف مكانة ويعني وقدره النخب السياسيه الجهويه على انتاج سياسات جهويه تعود بالنفع للمواطنين. سيد الرئيس، واش كتشوفوا ان الامكانيات المرصوده اليوم يعني كتسمح بال غير كافيه؟ لانه نحن دخلنا في برامج وطنيه بالموازات، وهو 40% من امكانياتنا من ميزانيتنا كنشاركوا بها في صندوق التنميه صندوق الفوارق الاجتماعيه. صندوق الفوارق الاجتماعيه فيه 50 مليار ديال الدرهم، مساهمه ديال الجهات 20 مليار ديال الدرهم، 5 قطاعات حكوميه، وزاره الفلاحه والتجهيز والتعليم والصحه والماء والضوء، 5 قطاعات حكوميه كبرى كتساهم ب 20 مليار ديال الدرهم، كل واحد منهم ب 4 مليار ديال الدرهم، نحن الجهات كنساهموا ب 20 مليار ديال الدرهم. هل مكانه الجهات مع قطاعات حكوميه بهذا الحجم؟ نعطيو امكانيات كبيره ب 40%، ادت لنا امكانيات كبيره، زائد 10% ديال صندوق التضامن ما بين الجهات، نصف ميزانيتك مبرمج، زائد 35% الى 40% هي قروض عند صندوق التنميه صندوق التجهيز الجماعي لتمويل الامكانيات ديالك، اش غادي يبقى لك 10% ديال التسيير؟ هل في 10% مطالب من فاعل سياسي على اساس انه ينتج سياسه عموميه ولا سياسه جهويه اللي انت محاسب من لدن الناخبين ديالك؟ لان عندك برنامج سياسي، انا كفاعل سياسي عندي برنامج سياسي محدد ما خصنيش نكون تلون فيه. انا مطالب بالشباب اللي كيتسناني على اساس اني كيقرا ونضج ويعرف على اساس انه الجهه عطاها الدستور مكانه كبيره، ويقول لك انا خاصك تنتج لي العمل، خاصك تقلب لي على السياسه تنتج لي العمل. هل انا مطالب بالمقاوله المحليه على اساس اني نلقى لها فضاء ديال التنافس ونعطيها امكانيات باش تخدم؟ انا مطالب على اساس اني خاصني نكون، انا مطالب على اساس اني ندير انشطه يعني وعاء عقاريه باش ندير فيها انشطه اقتصاديه لجلب الاستثمارات الدوليه والوطنيه. يعني مطالب مجهود كبير، هذا لابد له من امكانيات بشريه كبيره وامكانيات ماليه كبيره وتصور. ثالثا نحن في هذه 3 سنوات يلاه كملوا لنا المراسم القوانين ويلاه كملنا مخطط التنميه الجهويه اللي احنا مطالبين بانتاج مخططات ديالنا ديال التنميه الجهويه وامكانياتها الماليه. انا في مخطط التنميه الجهويه ديالي توصلت في 79% من التنفيذ ديالو، ماشي انتاج والتنفيذ الناس اللي غادي يوجدوه على 10 سنوات، انا توصلت 79% من التنفيذ ديالي. الرئيس حول يعني مدى التزام الجهه بحسب التقارير المتاحه انها الجهه ديالكم هي الاولى اللي في الاخوان، يلاه اشروا عليهم على المخططات كاملين، ولكن يلاه اللي يبداو في التنفيذ. انا وصلت 79% فيه من التنفيذ ديالهم، يعني بلوغ 2021 لهذا الله غنكون كملت مخطط التنميه الجهويه ديالي. حول قوتي تمت الامور ماشيه بحال هكا.
ديال هاد وثانيا حنا كنخلقوا مبادرات اللي لا علاقه لنا وكتحسب على حسابنا. مثلا على مستوى جهه العيون انا او جهه العيون ابدعت وابتكرت حل وهو على اساس عنا شاركنا في النقل الجوي. النقل الجوي ليس من اختصاصات الجهه ولكن هذا هي مساهمه في اطار مبادرات لا الشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. يعني في شراكه مع الخطوط الملكيه المغربيه وعندي واحد التكلفه تقريبا ديال 98 مليون ديال الدرهم. 9 مليار و800 مليون كنشارك انا بها في تامين ديال الخطوط الجويه للجهات العيون الساقه الحمراء. ولكن هذه المشاريع اللي كيحسبها المواطن يعني هذا 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 هون هذا منين كيجي الابداع وديال المبادره ديال الفاعل السياسي. لانه منين تكون عنده امكانيات ماليه مهمه، لو كانت عندي باقي الامكانيات اللي مشات للاف دي ار واللي مشات لصندوق التنميه الجويه عندي المبادرات الثانيه، نقدر ندير مبادرات في تكوين التعليم العالي، نقدر ندير مبادرات مع شراكه في القطاع الصحي، يعني مبادرات مع استثمارات باش يديروا كلينيكات بشكل خاص مع قطاع عمومي مع قطاع خاص لجلب استثمارات خاصه، نقدر ندير مناطق صناعيه او لوجيستيكيه لجلب المستثمرين كذلك، ومقارنه يقدموا لي على اساس انهم يقدموا لي اليد العامله المحليه وانعاش المقاوله وتكوينها. يعني لو كانت عندي امكانيات ماليه مجموعه من المبادرات نقدروا نبادروا ونتبعوا ونديروها، ولكن هذا ما يقدر يصلح لك ما هو الا عاد عندك فريق متكامل من الاطر البشريه المحليه مكونه وعارفه التصور حتى هي جاهد معك صباح مساء لترجمه هذا المشروع على الارض. لانه كيطلع هذا راه تبعنا غير المساطر الاداريه ديالو، راني كنقول لك تلخيصا غير بجوج دقائق بيننا وانت، ولكن هذا راه كلفته 4 سنوات. كسؤال اخر سيد الرئيس، الى اي حد يعني التنزيل السليم ديال الجهويه المتقدمه يكون مدخل للحكم الذاتي بحكم انكم انتم تمثلون الجهات من الاقاليم الجنوبيه؟ يقدر شوف الحكم الذاتي هذا قرار سيادي وقرار سياسي لا علاقه له بالجهوي، الجهويه هو مشروع مجتمعي على مستوى البلد والحكم الذاتي هو قرار سياسي في تراب جغرافي محدد. ولكن تهيئ ممارسة جهات بهذا المستوى على التراب الجغرافي ديال الجنوب غادي يهيئ نخب اللي غادي يدبر التدبير الإداري المستقبلي للحكم الذاتي، لأنه يعودوا واجدين مباشرة للمرور للتطبيق للحكم الذاتي مباشرة.